كان كلمة معالي الوزير بشكل إجمالي كده. عايز أقول إن الكلمة كانت إلى حد ما فيها الإجراءات اللي موجودة، بس في أسئلة كتيرة بصراحة تم طرحها بعد الكلمة على طول. طيب، هل الإجراءات دي تسري على الجامعات الخاصة والجامعات الأجنبية والحكومية كمان، ولا هي الحكومية فقط؟ طيب، هل تسري أيضا على المعاهد العليا ولا لا؟ طيب، أنا معايا على التليفون الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس. دكتور محمود، الأول مساء الخير. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. يمكن الإجراءات زي ما معالي الوزير ما قال، إحنا شفنا دول تانية عملت إيه بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، وإن الأهم إن صحة الأولاد أو صحة الطلاب بتوعنا، وترك الأمر لرؤساء الجامعات أو كل جامعة تشوف الطريقة بتاعت التقييم الخاصة بالبحث في السنوات النقل من أولى لتانية أو من تانية لتالتة أو من تالتة لرابعة. أنتوا عندكم في جامعة عين شمس يا فندم هتعملوا إيه، ولا لسه ما خدتوش القرار؟ لا يا فندم، احنا طبعا هنلتزم كجامعة عين شمس زي مع زملائي كلهم. النهاردة أنا كنا في المجلس كلنا، و27 جامعة حكومية، وبالقرار الجماعي اللي اتخذ لسيادة الجامعات، وعرضت دلوقتي عرض السيد الوزير بكل التفاصيل، وده بموافقه جماعيه. ده كان خلينا نتفق في الاول ان مفيش حل مثالي في الظروف اللي احنا فيها. نعم. العالم كله عنده مشكله، امريكا عندها مشكله، اوروبا عندها مشكله، لسه الامريكان بيقولوا ان عندنا اكاديميك جاب او فجوه اكاديميه جامده جدا، مش قادرين نعذب التعليم عن بعد ولا حاجه بكل التقنيات اللي عندهم ان هم يغطوه. فهذا الوضع الاستثنائي للعالم كله، في مشكلة في كل العالم. نعم. فكلنا اجتهدنا وخدنا زي ما الأعراض ان التجارب العالمية قالت ايه. ما فيش تجربة مثالية 100%، لكن احسن الحلول طالما ان ما فيش حتى هينزل، وطالما ان الطلبة احنا طبعا سلامتهم وصحتهم تهمنا اكتر. صحيح. وفي نفس الوقت عايزين نحافظ بقدر الامكان على ما تبقى من العام الدراسي ومن مادة علمية يكونوا اترفعت لهم. التعليم اللي زي ما سيادتك عارف، التعليم عن بعد اشتغل من 15 مارس، واعتقد اشتغل في كل الجامعات بصورة مرضية بقدر الامكان بطرق مختلفة. نعم. والاتفاق ان اخر مادة علمية يعني مطلوب من الطالب انه يحصلها هي 30/4، على اساس يستعد من 1/5 لموضوع التقييم. التقييم بقى هيكون ازاي؟ انا عايز ارجع لحضرتك في حته التقييم دي، انما اسال هل هذا القرار الاول ساري على كل الجامعات الحكوميه والغير حكوميه؟ الحكوميه اكيد، لان مجلس اعلى الجامعات اللي هو الاجتماع النهارده بتاعنا اللي سياده شوف فيه للوزير واحنا معاه، ده يعني معني مقام الاول الجامعات الحكوميه. انما الجامعات الخاصه اتصور هيبقى نفس القرار، والمعاهد وكلهم نفس القرار. لاني هو اللي هو كان وفي مصاريف ما يقولهمش ثالث، يا اما هنجيب الطلبه ونحاول ناخد الاحتياطات وناخد التباعد الاجتماعي ونعمل التعقيم وخلافه، وده قد يكون ممكن في الارقام في الجامعات اللي فيها ارقام صغيره، لكن لما تمسك جامعه زي عين شمس او القاهره عندنا 250,000 طالب، صعب جدا. صحيح. وممكن واحد يعمل مشكله. فبالتالي كان القرار لا، مفيش، مش هنطلب من حد يجي، ويبقى كله عن بعد. عن بعد يبقى يا اما يعملوا بحث، يا اما بحث بطرق مختلفه بقى، البحوث دي ليها كذا طريقه يعني نقدر ناخد فيها في وقت اخر. او ان يبقى امتحان عن بعد برضو، وما يطلق عليه بالامتحانات الالكترونيه. حضرتك ماشي يعني مع انهي راي فيهم؟ الرايين، ما قلت انا بدات كلامي اللي انا واضح ان ما فيش حل مثالي، وما فيش حل هو ده اللي عليه الصح. كل الحلول صح في حدود امكانيات الجامعه، عدد الطلاب، البنيه التحتيه، استعداد الطالب واستاذ الماده يعني انتوا في جامعه عين شمس ممكن تطبقوا النظامين، يعني ممكن في كليات تعمل امتحان عن بعد وفي كليات تانية تعمل البحث. بالظبط كده. في ضوء ايه يا فندم؟ يعني لو انا عندي كليه فيها اعداد اصغر اقدر اعمل امتحان عن بعد واقدر اتحكم فيه احسن، انما مثلا كليه فيها 30-40,000 طالب، هيبقى من الصعب ان مكان احنا نعمل حاجه زي كده. قد يكون البحث وان كان ما هوش حاجه مثاليه، لكن اهو ما لا يدرك كله لا يترك كله. نعم. هتتحكموا في البحث ازاي؟ وحضرتك عارف ان للاسف في بعض ضعاف النفوس بيستغلوا مثل هذه الامور، تعالى يا ابني هنروح نشتري بحث من المكان الفلاني، او في حد فلاني الفلاني بيعمل بحث. هتحجموها ازاي الحكايه دي؟ نقطه مهمه جدا اللي سيادتك بتذكرها دي، هي واظن في كلمه الوزير اللي كانت شويه هو تطرق لها وشرحها، اللي احنا هنكون في منتهى الحزم. اولا البحث ده هيبقى ليه معايير، هيعلن لحد يوم لحد اقصى 7/5،
كل بحث في كل مادة هنقول كام كلمة وكام صفحة ويتعمل ازاي ويخش على البنك المعرفة عشان حاجات كتير. نعم. وهيتعمل له ما نطلق عليه بالبلاجيريزم القاضي اللي هو يعني معدل معين بحث. أو اختبار معين موجود نعم. في الجامعات علشان يشوف قدر الاقتباس أي نعم. اقتباس بأزد من نسبة معينة هيلغى البحث، ودي عندنا من الآلية اللي ضبطها في جميع الجامعات موجودة يعني بالفعل. أيوة موجودة. أنا موجودة الرسائل الجامعية أصلا. نعم بشكرك جدا دكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس على هذه المداخلة، وكلام مهم جدا قاله الدكتور محمود فيما يخص الإجراءات اللي هتقوم بيها جامعة عين شمس. يعني قال احنا ما فيش نظام مثالي، إنما احنا هنعمل الحاجتين، هنعمل امتحان عن بعد لبعض الكليات، وهنعمل كمان البحث اللي أشار إليه.